امشي لقدام. فمنيح يعني الشغله مش عاطله يعني. بكت اولها شوي ممله بس هلا عادي يعني، فيش مشكله يعني، عادي بشتغل فيها بكل اريحيه. فنانه في مشغلها وام بين اولادها واحفادها، تمنحهم الحب ويعطونها العون والحنان والقوه الدافعه لتنجز اكثر وتكسر القيود من حول طاقات النساء. فامنيتها ان تصل بطموحها عنان السماء. بنصح كل ست في البيت يعني مش قادره تطلع، لان بتعرف احنا البيئه اللي احنا فيها، ان شافوا مره بتسوق فورد ليش هذه بتسوق فورد، بتعبر على مجلس ليش هذه مره بتضل، بالعكس المره زيها زي الزلمه يعني. يعني انا شايف نجاح المراه صار احسن من نجاح الشاب في التراث الفلسطيني. طبعا بدناش نغير اشي بحياة أبو عمار يعني، وإن شاء الله بضل اسمه دائما معروف يعني ومرفوع بجاه نبينا محمد. بين جمالية الزخارف وروعة ألوانها تحيا أم محمد في عالم خاص نسجته موهبتها. فموهبتها تتكلم عن نفسها، إنها فنانة وأم فلسطينية. فاتن الناصر، العالم، لبرنامج صباح جديد، رام الله المحتلة. كما ترون مشاهدينا قد فردنا الصحف أمامنا لأننا وصلنا إلى أولى وقفاتنا الصحفية لهذا اليوم مع الصحف الإيرانية والعناوين الصادرة في هذه الصحف لهذا اليوم، ومعك لينا، تفضلي. شكرا فاطمة. إذا سنبدأ أولى مطالعاتنا للصحف الإيرانية مع صحيفة جمهوري إسلامي. أبرزت الصحف الإيرانية مشاهدين عناوين رئيسية من خطبة صلاة الجمعة التي أمها قائد الثورة الإسلامية في مرقد الإمام الخميني رضوان الله عليه بمناسبة الذكرى السنوية 21 لرحيله. صحيفة جمهوري إسلامي أبرزت عن قائد الثورة قوله إن الإمام هو أبرز مؤشر للثورة. نقرأ في الصحيفة أيضا مسيرات شعبية في سائر أرجاء البلاد تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني، والرئيس أحمد نجاد يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيريه السوري والفنزويلي على ضرورة اتخاذ مواقف جدية مقابل الكيان الصهيوني. أيضا في جمهوري إسلامي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة يطالب بإرسال سفن تحمل أعلام دول إسلامية وغير إسلامية لنقل مساعدة إنسانية إلى غزة. القوات الصهيونية تستولي على سفينة راش الكوري التي كانت تحمل مساعدات إنسانية إلى غزة. من عناوين جمهوري إسلامي أيضا، السيد حسن نصر الله يقول الهجوم على أسطول الحرية فضح الكيان الصهيوني بصورة أكبر في العالم. وأيضا في جمهوري إسلامي، البرادعي لن أرشح في انتخابات تم تحديد الفائز فيها مسبقا، إذا لن أرشح في انتخابات تم تحديد الفائز فيها مسبقا. وأخيرا في جمهور إسلامي، مشاورات مهمة في منزل إبراهيم الجعفري حول تشكيل حكومة جديدة في العراق. ننتقل بعد ذلك إلى صحيفة همشهري التي نشرت بالخطوط العريضة عن قائد الثورة تأكيده بأن الإمام وسيرة الإمام هو المؤشر الرئيسي. القوات الصهيونية تهاجم السفينة راش الكوري. أيضا في همشهري، السكرتير العام للأمم المتحدة يطالب بإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على غزة فورا. وأخيرا في همشهري، السيد حسن نصر الله، أمريكا ما زالت تدافع عن الكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية. نواصل قراءتنا في الصحف الإيرانية مع صحيفة إيران وعنوان رئيس عن قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الذي يسير في خط الإمام
لا يستطيع مواكبة مواهدي فكر الإمام. ونقرأ في الصحيفة أيضا استمرار أعمال القرصنة في البحر الأبيض المتوسط، والكيان الصهيوني يشن ثاني هجوم له على قافلة الحرية بغزة. أيضا من عناوين إيران: متكي ينبغي على المجتمع الدولي التصدي للكيان الصهيوني بحزم، ومندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتحدث عن مصادقة دول عدم الانحياز في هذه الوكالة على بيان يدعم موقف إيران. من عناوين صحيفة إيران أيضا: السيد حسن نصر الله في مراسم التضامن مع أسطول الحرية، على العرب اغتنام الصداقة مع إيران وتركيا. وأخيرا في هذه الصحيفة: مجلس جيرجا للسلام في أفغانستان يؤكد على ضرورة فتح قنوات حوار مع طالبان وقوى المعارضة الأخرى. نقرأ في صحيفة أبرار مشاهدينا: رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التقرير الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعكس وجود أي نوايا حسنة إزاء إيران. ومدفيديف وميركل يجريان مباحثات حول البرنامج النووي الإيراني. أيضا في أبرار: الهند تبدي استعدادها للقيام بالخطوة الأولى تطبيع العلاقات مع باكستان. أيضا في أبرار: سيول تطرح شكوى في مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية. وأخيرا وزير الخارجية الروسي يحذر من التسرع في إصدار قرار دولي جديد ضد إيران. الختام مشاهدينا سيكون مع صحيفة الوفاق، ونقرأ في هذه الصحيفة: قائد الثورة يؤكد أن مسيرة الإمام أفضل مؤشر لمواجهة الانحراف في الثورة. وقائد الثورة يقول: الاعتداء على قافلة الحرية دلالة على النزعة الوحشية للصهاينة. أيضا من عناوين الوفاق: الرئيس أحمد نجاد سيلقى الكيان الصهيوني حتفه المحتوم في أي عدوان جديد. والرئيسان أحمد نجاد والأسد يدينان الإجرام الصهيوني ضد قافلة الحرية. أيضا في الوفاق: تدشين محطة بوشهر النووية في أيلول القادم. وأخيرا دول حركة عدم الانحياز تعلن دعمها لبيان طهران. هذا كان أبرز ما تصدرت به الصحف الإيرانية التي تصدر صباح كل يوم في طهران. وفاطمة أنت طبعا ستطلعين الآن على بعض الثقافية في صحيفة الوفاق. نعم. إذا تفضلي إليك. لينا ثلاثة عناوين لفتت انتباهي في صحيفة الوفاق. أبدأ بالعنوان الأول: المشمش يقوي البصر. نعم. توصلت الأبحاث الحديثة إلى أن المشمش تعادل قيمته الغذائية الكبد الحيواني، يعني نحن بالعام بنقول السودة. نعم. تقريبا في صنع كريات الدم الحمراء في الدم، كما أن المشمش يساعد في تنشيط حدة الإفصار. يعني في ناس بيقرفوا يمكن يأكلوا السوداء، خاصة الني هي بتقوي الدم، فهون عندهم طريقة تانية أنه يأكلوا المشمش بيقوي الدم، لأنه الظاهر المشمش يعني بيساعد على الدم وتصنيع كريات الدم الحمراء. بس يكون في فقر بالدم فاطمة، يعني بيكون في سبب من أسباب ضعف النظر. صحيح. فلذلك بيساهم المشمش كما ذكرتي أنت. نعم. طبعا أيضا لينا يزيد من قوة الجسم الدفاعية ضد الأمراض لوجود فيتامين A فيه بنسبة عالية جدا. وأوضح الباحثون أن المشمش أيضا مفيد للمصابين طبعا كما ذكرتي بفقر الدم، كما أنه مقوي للأعصاب والأوردة وخلايا الجلد، وهو فاتح للشهية. يعني عم يعمل رجيم ما يأكل المشمش. وهو أيضا مهدئ للأعصاب ومزيل للأرق. ويوصف المشمش للأشخاص الذين يبذلون جهدا ذهنيا، هون نقدر نعطيه للأولاد اللي بيكون عندهم امتحانات أو من أجل الدراسة، وذلك